في هذه الفقرة إخواني الكرام عندنا تدريب على النون المشددة. فكما نقول دائما النون المشددة والميم المشددة يستحقان غنة أكمل ما تكون وصلاً ووقفا. غنة أكمل ما تكون أو أطول ما تكون. يعني في أعلى مراتب الغنة وصلاً ووقفا. الآن دعونا نقرأ نقرأ الأمثلة ثم رددوا وحاولوا أن تضبطوا معنا أزمنة الغن هنا إذن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا نعم المثال التالي علم الله أنكم، لاحظوا، ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. إذا سنقرأ هذا المثال. "علم الله أنكم ستذكرونهن" ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا نعم ايضا لاحظوا ومتعوهن نعم ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بهذا الشكل ايضا لاحظوا وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إذن فلنقرأ هذا المثال وحاولوا أن ترددوا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم نعم والحمد لله رب العالمين